ايضا وفي اطار هذه الاجتماعات، اللجنه العليا للبطوله اجتمعت مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي، وحرصوا على الاطمئنان على كافه الامور وكل الامور الخاصه، الامور الاداريه والفنيه وكل الامور. الكابتن الخطيب الحقيقه طبعا اتكلم في هذا الامر وقال ان الحمد لله الامور جيده والدنيا جيده والامور زي الفل، زي ما حضراتكم شايفين اول باول بنجيب لحضراتكم كل شيء على شاشه قناه النادي الاهلي وعلى برنامج الأهلي في المونديال. مهم جدا ان احنا نشوف مثل هذه الامور لانها اجتماعات دورية بتحصل وبتخلينا نعرف ايه اللي بيحصل. يعني هذه الاجتماعات بتخلينا دايما نعرف ايه اللي بيحصل والناس بتفكر ازاي، بحيث ان احنا لو عايزين نعمل مثل هذه البطولة عندنا نعرف نعملها ازاي والامور تتعمل ازاي، على الرغم من احنا لما بعد تنظيمنا لكأس العالم لليد حاجة مبهرة وحاجة جميلة جدا، الناس كلها بتاخد مننا، الناس كلها عملت بعد كده الفقاعة الصحية اللي شغالة في كل اللي شغالة دلوقتي في مونديال الأندية. وزي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب وبعد اجتماعه بممثلي اللجنة العليا المنظمة لمونديال الأندية، والحمد لله اطمنوا على كل شيء والأمور جيدة وكل الأمور ماشية بشكل جيد. طيب